متواجدوا الان في المدار الحضري لمدينه الدار البيضاء، وحنا في اطار انجاز مشروع تجديد شبكه الاناره العموميه لهذا المدار. كيف كتشوفوا هو مشروع اللي كيتجاوز اكثر من 23 كيلومتر ديال المدار كله، تجديد ديال الشبكه كامله. اذا وداخل في اطار الاطار المديري ديال الشيما ديريكتور ديال الاناره العموميه ديال مدينه الدار البيضاء. المشروع يقتصر على تغيير ما يفوق 423 عمود، وكل عمود كيتكون من جوج ديال المصابيح ديال 180 واط. اذا هذا مشروع كيدخل بطبيعه الحال في اقتصاد الطاقه وفي التكنولوجيا الجديده لليد، لانه هنا غادي نشوفوا بان المصابيح الجديده كتكون ليد بدلا من المصابيح القديمه اللي كانت كتكون من ديال كانت ديال الاس اتش بي. بطبيعه الحال القوه اللي كانت قبل كانت 400 وات بالنسبه لكل مصباح، الان غادي تختصروا على 180 وات. دونك هذا مشروع اللي كينظم غادي يتجزز في واحد المده ديال 6 شهور. دابا حنا تقريبا شهرين هذه باش بدينا، جزنا تقريبا ما يناهز 3 كيلومتر، تقريبا واحد 50 عمود اللي ركبنا، والبقيه ان شاء الله غتنجز من هنا لنهايه السنه 2021. دونك حنا وعلى مستوى واحد القنطره هنا ديال 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 البيست دارت مع لوطوروت يوربان، دونك في واحد لو شونتي اللي كيتعلق بتجديد الاناره العموميه. هذا الشونتي اللي كنحاولوا نشكروا كاع المصالح اللي ساعدتنا من قريب او من بعيد في المحافظه على يعني السير انجاز هذه الاشغال مع الحفاظ على معايير الصحه والسلامه المتعلقه سواء بمستعملي الطريق العام او بالعمال اللي كينجزوا هاد الورش هذا. يعني من بين الاخطار اللي كنحاولوا نتجاوزوها هنا في انجاز هذا المشروع، كاين اخطار كتتعلق باستمراريه المرفق العام. يعني هاد الاشغال خاصها تنجز وخاص يدار هذا التجديد، ولكن دائما المحافظه على الاناره العموميه. كذلك هذه الاشغال خاصها تدار بواحد الوتيره يعني المتفق عليها مع الحفاظ على استمراريه المرفق العام المتعلق بالحفاظ على سيوله السير في الطريق السريع الحضاري. دونك باش نوصلوا لهذا المستوى خدمنا على بزاف الحويجات. بارمي الحوايج اللي خدمنا عليهم هو عمليه التشوير المسبق، تشوير بواحد الكيفيه اللي كافيه وكتكون باينه يعني فيزيبل اليزيبل ومقريه للمستعملي الطريق، كذلك في اوقات العمل، وكذلك في خلال يعني يعني ملي كنبغيو ننتقلوا من مرحله لمرحله، هاد التشوير وهذا كنحاولوا نستغلوا واحد الوقيته اللي كيكون فيها السير والجولان، يعني نازل الوتيره ديالو لو فلوس سيركيلاسيون كيكون نازل بواحد الطريقه يعني جد 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 ضعيفه، وغالبا كيكون ما بين 11 ونص الليل حتى ل 1 الصباح هو فاش كنقوموا بهذه العمليه.